اهلا بحضراتكم مره تانية. يعني في اطار حديثنا عن مباراه اليوم الهامه امام المقاولون بالنسبه للنادي الاهلي، خلينا نروح سريعا للزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي من مقر اقامه الفريق او فندق الاقامه قبل مباراه اليوم عشان يحكي لنا كل التفاصيل والكواليس اللي بتتعلق ببرنامج الفريق النهارده قبل هذه المباراه الهامه. يا فاروق مساء الخير. كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز. مباراة مش أكد يعني هأكد برضو على كلامك أمير، مباراة في غاية الصعوبة للنادي الأهلي، خلاص المرحلة الأخيرة، مباراة كلها صعبة، إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة بإذن الله. ان شاء الله يا فاروق، لكن اكيد كواليس كتير بتتعلق بما قبل انطلاق هذا اللقاء بخصوص الفرقه، الاستعدادات، الحاله النفسيه المعنويه بالنسبه للاعبين، هنتكلم في حاجات كتير جدا انا وانت يعني، ونحكي كمان لكل جماهير النادي الاهلي، لكن بدايه طمني على الفريق والمباراه النهارده وكيف استعد النادي الاهلي لهذه المواجهه الصعبه. يعني خليني اقول لك امير، الاهلي استعد لهذه المواجهه الصعبه يعني عقب نهايه مباراه مصر المقصه، وخلينا ناكد ان النادي الاهلي فاصل كل مباراه بتنتهي بيتم خلاص الاستعداد للمباراه الاخرى. احنا في مرحله المهم فيها الثلاث نقاط. يا امير، المعادله الصعبه ان يعني او الجمهور النادي الاهلي متوقع او دايما بيحب ان طبعا يكون الاداء الجميل مع الثلاث نقاط، لكن خلينا ناكد على الكلام مستر ريكاردو سواريش مع اللاعبين، انا عايز من كل مباراه ثلاث نقاط، مهم جدا يكون عندك شخصية الفريق ان انت لو مش موفق في يومك تكون قادر على تحقيق الثلاث نقاط. دي نقطة من النقاط المهمة جدا اللي بيأكد عليها الجهاز الفني في كلامه مع اللاعبين. مرحلة صعبة جدا، مواجهات صعبة جدا، الدوري هذا الموسم واحد من الدوريات الصعبة جدا، خلاص الفرق كلها عندها الامل سواء للمنافسة على القمة او الهروب من يعني الهبوط. مواجهتك مع فرقة زي مصر المقصة ما حدش كان يتوقع ان متزايل الدوري يكون اداء يكون مثلا بهذه الندية امام النادي الاهلي. ايضا فريق المقاولون العرب النهارده واحد من الفرق اللي بيزيد من صعوبه اللقاء، الموقف الصعب جدا اللي فيه نادي المقاولون العرب اللي هو دائما مباراته ومواجهته مع النادي الاهلي بتتسم بالنديه ومباراه بتبقى مباراه صعبه جدا. الاهلي بدا استعداده لفريق المقاولون العرب امير بعد ما اغلق صفحه فريق مباراه مصر المقصه، استأنف تدريباته يعني اليوم التالي المستر ريكاردو سواريش، انت عارف الوقت قصير جدا، استشفى مع الشغل البدني الخفيف جدا، لكن الامور اللي بيفرد ليها وقت اكتر مستر ريكاردو سواريش هي الجوانب التكتيك، يحاول يشتغل شويه على الجوانب التكتيك، الكرات الثابته، الدوافع النفسيه والعوامل النفسيه، دور مهم جدا بيشتغل عليه الجهاز الفني سواء كابتن سامي باقي الجهاز مع الفريق لويس بيريرا وراؤول فاريا مطور الاداء لعلاج بعض الاخطاء اللي بيقع فيها اللاعبين. ده من الامور اللي لامسينها من الجهاز الفني خلال الفتره الماضيه او الاستعداد لمباراه المقاولون العرب. طبعا الى جانب المحاضرات الفنيه اللي بيعقدها مستر ريكاردو سواريش مع اللاعبين، اتكلم طبعا على الاجهاد اللي بيعاني منه فريق النادي الاهلي في ظل الضغط المباراه. يعني امير في مباراه الجونه قبل المباراه قال لي انا النهارده في اصابتين ثلاثه، يعني طبعا انت عارف اجهزه الجي بي اس الموجوده عند النادي الاهلي بتحدد يعني درجات تحمل اللاعبين للتدريب، وانت عارف يا امير النادي الاهلي عنده اجهزه طبيه طبعا بتحدد يعني ازاي ان اللاعب هيكون عرضه للاصابه امتى، والنادي الاهلي بيتلافى هذا الامر عقب طبعا مباراه الجونه. قال لي انا قلت لك ان هيبقى في اصابتين ثلاثه وده اللي حصل، عندنا اجهاد لكن بيحاول ان هو يتلافى هذا الاجهاد. شفناه ان المباراه الماضيه ادى راحه اكتر لحمدي فتحي، حاول يريح علي معلول اللي من المتوقع ان شاء الله يكونوا النهارده في التشكيل يعني تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه، وان شاء الله يعني يا امير نتمنى التوفيق اي 11 لاعب النهارده يكون قادر ان شاء الله على تحقيق الثلاثه نقاط اللي باكد ان هم في غايه الاهميه للاهلي هذا الموسم. طبعا يا فاروق، لكن انت اكدت على اكتر من نقطه مهمه جدا وبتتعلق بالتحديد بسواريش المدير الفني ومطالبته الدائمه للاعبين بالفوز، وان الراجل مش مركز دلوقتي على الاداء لان فعلا المرحله الحاليه صعبه، يعني الجانب الاكثر منطقيه ان انت ما تلاقيش اداء في ظل ضغط المباريات وكل ثلاث ايام بتلعب ماتش واصابات كتير وكلام من ده. فدي جزئيه لازم ناكد عليها فاروق في الحقيقه، لان انت بتنافس على بطوله والاهلي ما زال موجود في المنافسه ومرشح وبقوه، ده امر لازم ناكد عليه لان ده النادي الاهلي اسم كبير جدا، امكانيات اللعيبه بتاعتنا امكانيات تقيله حتى لو هم مش في افضل فتراتهم. فأنا عايز أكد على جزئية أن أي مباراة قادمة هي مباراة فوز وثلاث نقاط فقط،
هننتظر الاداء طبعا، بس مش من دلوقتي، ممكن بعد الفتره اللي جايه او بعد ما الدوري يخلص يبتدي الراجل بقى يحط ايده على الفرقه بشكل اكبر، يعرف السلبيات، يعرف النواقص، يعرف الايجابيات ايه ويشتغل عليها، وبالتالي هنشوف الاهلي بشكل او بصوره افضل من كده بكتير، صح؟ بالفعل يا اميره، خلينا اكد لك على جمله مهمه جدا دايما بيقولها في محاضراته في كلامه مع اللاعبين. قال شخصيه الفريق البطل هو اللي يكون قادر على تحقيق الثلاث نقاط في أسوأ الظروف. الفريق اللي يعني انت بنقولها بلغه الكوره يا امير، اللي مش في يومه او مش موفق في يومه يكون عنده شخصيه اللاعبين اللي قادرين على تحقيق الثلاث نقاط. قال دايما ان البطولات بتحسم او تحسب بعدد النقاط، بالاكثر حصولا على النقاط وليس بالاكثر والاجمل اداء. احنا عايزين نحقق المعادله الصعبه، وان احنا مش هقول انها معادله صعبه، ان انا الجمهور النادي، لا عارف ان جمهور النادي جمهور ذواق، عايز الكره الجميله وعايز المكسب والثلاث نقاط، لكن الوقت الراهن، الوقت اللي انا فيه في ظل الاصابات، في ظل الغيابات، في ظل ضغط المباريات، النقطه الاهم اللي انا باكد عليها هو تحقيق الفوز بالثلاث نقاط من كل مباراه، والخروج باقل عدد ممكن من الاصابات للاعبين، لان دايما بيقول الف كل مباراه لازم يطلع عندنا اصابه او اتنين، لكن يعني لو غصب عنه حتى لو هو عارف يا فاروق ان هيطلع اصابه او اتنين، هو الراجل غصب عنه لازم هيلاعب اللعيبه اللي هو ممكن يكون متوقع ان هم يتصابوا، نظرا لجهاز الجي بي اس مثلا انت اتكلمت عنه. انت دلوقتي في مرحله حاسمه محتاجه تضحيات، محتاجه ان انت خلاص ما فيش اوبشنز عندك ان انت تريح فلان او تعمل حاجه غير في اضيق الحدود يعني. فهو مجبر برضه على جزئيه زي دي بصراحه يعني، الله يكون في عونه ويكون في عون اللعيبه كمان يعني. بالظبط يا امير، الى جانب طبعا انت عارف بقى مع ضغط المباريات الاجهاد الذهني ايضا، يعني بيحاول ان هو يخفف الامور دي على اللاعبين، حاول ان هو يعقد جلسات فرديه مع اللاعبين، دور الجهاز الفني يعني اللي خلال الفتره الاخيره يعني بدءا من مباراه مصر المقاصه، بدا مستر ريكاردو سواريش في عقد الجلسات الثنائيه مع اللاعبين، بيتكلم برده مع اللاعبين، بيحفز اللاعبين. انت عارف ان الفتره دي فتره صعبه جدا، الدافع النفسي والعوامل النفسيه هي نقطه السر وكلمه السر في هذه المباراه باذن الله يا امير. ان شاء الله يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا على الهواء مباشره من فندق اقامه الفريق قبل مباراه اليوم. في الحقيقه فاروق قال لنا كل التفاصيل الصغيره والكبيره اللي بتتعلق باستعدادات الاهلي لهذه المباراه. فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل، وعندنا كلام لسه مهم، وهتكلم على قائمه الاهلي تاني، وعندنا لقطات تانيه برضه هنعرضها لحضراتكم خاصه بمقر اقامه الفريق قبل مباراه اليوم. استنونا بعد الفاصل.